شباب في منهم خدري نصيب ورا الباب والقصة هي يا بيكونوا قرايب يا بيكونوا غرب شخصيا أو عالغايب طالبين القرب طالبين القرب كيف ما تكون الأحوال بتجنن أو بالواب ما بهم ما بهم أهلان خلوا النصيب تم والباقي بعدين أهلان أهلان طالبين القرب أعزب بيقول رح ضل أعزب عطول معقول يفكر حاله ما بريد يأسس عيلة وبيت جديد وفجأة عينه بتقشع قلبه بيولع والواحد بيصير اثنين أهلين كيف ما تكون الأحوال بتجنن أو بالوان ما بهم ما بهم أهلين خلوا النصيب تم والباقي بعدين أهلين أهلين طالبين القرب أهلين أهلين طالبين القرب هنيك مسيو فؤاد شو هالشاب اللي عندك شو هالجرأة اللي عنده تصور كانوا أكثر من 50 شاب مجتمعين بالنادي عم يحكوا بانتخابات البلدية فاز ابنك بيناتهم صار يحكي عني كأنه بيعرفني من مليون سنة مع أني لا شايفه ولا بعرفه إذا الله وفقني أول ما تطلع نتائج الانتخابات راح وجه له شكر ما ينساه بحياته شو بقول له ابني واحد فناص بحب يفرجي الشباب انه بيعرف كل الناس والاحلى ابنك نبيل من غير شر ابنك نبيل ما خاف منه مع انه كان عارف انه اغلبيتهم عم يشتغلوا ضده شو بقول له ابني بحب يصدم الناس ويصبح ضد التيار ويفبرك قصص عزوقه حكي لهم عني بحماس باندفاع بوفا شو بقول له يا ريت الشباب اللي استفادوا من خدماتك لهالسنين بيحكوا باصلهم مثل ما ابنك نبيل حكي عني وبدون سابق معرفه حدا يقول له اذا ما حل عني وسكت راح اقول له أيد فؤاد ابنك بطل ضروري يزورني على مكتبي بهاليومين شرف كبير لنا زهير باك شو لكان؟ أبقل له؟ بعدين ما بغفي نبيل جرب عم جرب يلا قول الحقيقة كرمالي خواجة عاطف ما بيلقى مزح البابا بعرفه منيح إذا لقتك بكذبة راحت علينا للأبد يلا عم جرب عمول حالك عم تحكي له شو صار معكم امبارح على طريق الجبل الحقيقه وبس طيب امبارح تحدوني شباب نعمل سبق من بيروت لظهر البيضه ظهر البيضه شو وصلك على ظهر البيضه احلى سبقته من بيروت لعلي ايه بس لظهر البيضر احلى نبيل انسال احلى فكر بالبابا بيك ما كان معنا لا يعرف لوين تسبقنا واذا بالصدفه عرف وشو هالصدفه اللي ما لها لا شغله ولا عمله الا تفضحني قدام بيك كمل ما بدي كمل حلو عني هلكتوني قلت لك ما بحبني كفايه ريما ما تظلميني بتعرف منيح اني بحبك واني ما بكذب بعرف منيح انك بتكذب بعرف بس انا مش كذاب بعرف عمالكن علي انا بلشت ضيع بشو ثلاثتنا بنعرف انه بيكذب عم تقولي منه كذاب ايه نبيل مش كذاب بس بيكذب ما حدا بالكون بيقدر يلحق على كذباته او يكذب قده كيف بيكذب ومنه كذاب كذاب بتكون نيته عاطله يعني بيغش الناس بيأذيهم نبيل بيكذب بس منه كذاب انا بس بحل القصه بتحليها برشي لها ملح وبهار ملح وبهار وبتحلى لابد من رشه ملح وبهار
مش احلى ما احكيها مثل ما صارت؟ ساعتها انتو بتتجروا وانا بطق. يا نبيل، من بعد ما نتجوز رش ملح وبهار بشويلات اذا بدك، بس مرق لي هالمرحله عخير. عم جرب ما عم بقدر. خليني ساعدك، البابا بعد ما سألك شو بتشتغل، إذا هالمرة سألك كيف رح بتجاوبه؟ رح قل له أنا رئيس مجلس إدارة جراج التصلاحات بوكالة بي للسيارات. ومعقول جراج يكون له رئيس مجلس إدارة؟ لا بس أحلى. يا نبيل، بالنسبة للبابا الأحلى هي الحقيقة بكل بساطة. حقه 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 حقه، هو بقول الحقيقة بالبسطة وأنا بقول الحقيقة اللي بتبسطني. ما رح يمشي الحال. ما بدي يقص. نبيل، البابا رح يرجع يسألك وين ناويين نسكن أول سنتين. أكيد. إيه، وأنا وياك قبلنا نستأجر شقة مفروشة لأول سنتين لبينما نشتري بيت. فيلا فيلا، رح نشتري فيلا. بيت مع جنينة. مع بسين. بسين إلى 12 نقطة. 12 نقطة؟ شو رح تعبي البسين بالتنقيط؟ ما بتعرفوا تحلم. في حوالين البسين 12 نقطة. وع كل نقطة في زر كهرباء. أول ما تغين ونحس إنه رح تشدي ما منترك مطرحنا، منكبس عقرب نقطة تطلع فوق روسنا خيمة تحمينا من البرد والشتي بدون ما تحرمنا من منظر الطبيعة. كيف؟ فرطت خيمة؟ الجيزة. لك ما فيك تهدي أحلامك للحظة؟ لبينما البابا يوافي وبكرة أنا وياك منحلم تنشبع. أنا وياك؟ ذكرتيني لما كنت بأمريكا ونغرمت في نجمة من هوليود. ما من نقول أسامي حتى ما نقطع بنصيبها. كانت دايما يغط على قلبها لما تسمع كلمة نحن. ما تتضحكي ولما توعها فيها ولا فيه ولك شوفي شو صار تقلي نحن يعني أنا وياك إلا أوف كورس، ويعود يغط على قلبها من أول وجديد. كان قتيلك كلمة نحنا. أو مين فرقكن عن بعض؟ نحنا؟ مين فرقنا عن بعضنا نحنا؟ هني طبعا. لابد من رشة ملح وبهار. وبعدين لما فتحوا سيرة الماضي هاجم ابنك نبيل وفلت. تعرف شو صار يقول؟ شو ما طلع قايل ما رح استغرب. قال لهم زهير بيك الندومي أنا بعرفه من يوم ما فتحت عيوني عدني. هيدا أعز صديق للوالد. أنا وبي ما منحلوف إلا باسمه. شو بقله؟ ما زاله مطمن ومبسوط إنه ابني كل ما فقع كذبي بيحلف فيه؟ شفت ليش حبيت أتعرف عليك اليوم؟ وقال لهم كمان زهير بيك الندومي ما حدا قده خدوم، بغار على مصلحة الأصحاب وعلى المصلحة العامة كمان. أسلوب نبيل لا راح ولا إجه. اوعها ابنك نبيل ضروري يزورني على مكتبي بهاليومين. يا عمي حدا يقول له. بدك تجاوبني على سؤال. شو ناوي تاكل او تشرب؟ جاوبني بالاول. تفضل. بعرف انك رحت على امريكا وبقيت شهرين بديترويت. مزبوط. وكان بيك بيعتك لتحضر دوره تدريبيه بمعامل السيارات. صح. شو اخذك على هوليوود؟ ومن وين فرخت هالبنت اللي انغرمت فيك؟ انا ما رحت على هوليوود. قصدك البنت اجت لعندك من هوليوود؟ اي بنت؟ هيدي اللي كانت مغرومة فيك وكان يغطى قلبها كل ما سمعت كلمة نحنا. عم تحكي عن ليز؟ ليز؟ ما تقلي اليزابيث تايلور. ليز ما خصبه هوليوود، كانت تشتغل برميد بالأوتيل. يعني ما كان في ممثلة من هوليوود مغرومة فيك؟ يا ريت. مين جابرك تحكي هيك قصة؟ قصة حلوة تلتز وانا عم بحكيها كأنها صارت معي. التز وانت عم تسمعها كأنها صارت معك. بس ما صارت لا معي ولا معك. شو فارقة معك؟ القصة الحلوة بتبقى حلوة إذا صارت أو ما صارت. دخلك بتروحوا عسينا، بتحجزوا المطارح، بتدفعوا حق، بتدفشوا بعضكم وبتقعدوا بالعتمة تتشوفوا قصة عارفين سلف إنها ما صارت. يا خي أنا عم بحكي بلاش بدون تعتيم، بدل ما تشوفوا جمال القصة لحقيني. صارت أو ما صارت، صارت أو ما صارت، أنت مع مين؟ شوف يا نجاح، إذا البابا استقبل نبيل ومرق القطوع وافق إنه نتجوز وحددنا يوم العرس، إلك مني هدية حرزانة. أنا مش طالبة منك هدية، إن شاء الله الهدية نأتي. 2000 دولار. 2000 دولار؟ فرد دفعة؟ بمغلف واحد.
قولي أنا بقوم من الصدمة بس عبده ما بعرف. فيك تخبريه على مهلك؟ أي مهلي منهم؟ بالألفين دولار ما بيقعد في شي واقف بالدرب بصير قادر يتجوزني وبدك خبره على مهلي؟ دعيني يا نجاح، رح شوف البابا واطلب موعد لنبيل. إن شاء الله يا رب كيف ما رحت وكيف ما جيت وتفتح بوشكن وتتوفق وبيك يوافق وخطيبك ما يزيد بالحكي وإذا لحق وزيدة بيك ما يشتلق وإن شاء الله يطلع لنا منك اللي فيه نصيب ويطلع نصيبي حد نصيبك ونلفق التانيتنا سوا يا رب. يعطيك العافية. شو جابك هلا؟ رئيس البلدية حملني غرض لجوز أخته بالجبل وقال لي إياك تغيب أكتر من 3 ساعات. أنا وطالع من البلدية لقيت ابن أخته على الطريق، سألته لوين رايح؟ قال عالجبل. أعطيته الغرض وربحت 3 ساعات، ولما عبده يربح 3 ساعات شو بيعمل؟ أنا ربحت أكتر. وقت أو عملة؟ 2000 دولار نقدي. من وين؟ الست ريما وعدتني إذا الخواجة وافق تتجوز اللي بتحبه رح تعطيني 2000 دولار نقدي. هل هل روق أخي 2000 دولار والست ريما نصيبة منيح مثل نصيبي؟ شاب حبوب كتير، أول ما تشوفه رح تحبه بس عنده مشكلة صغيرة. مثل شو؟ لما يحكي بزيده. في النص يعني؟ في النص شوي مهضوم كتير. ومعقول بي الست ما يرضى فيه؟ هيدا اللي رح نشوفه بهاليومين. نشوفه أبدا. ست ريما بتعزك وحابة تتجوز اللي بتحبه، وش بيتنا نوقف حدها؟ حتى لو ما كان في 2000 دولار؟ لولا من ال2000 دولار ما كنا لاحظنا قدي بتعزك، لحقنا ولاحظنا وطلعت لحظنا بتعزك من قلبها، وش بيتنا نوقف حدها؟ ايه بس شو هالنخوة يا عبدو؟ أنا عبدو أكبر شوفار عند رئيس البلدية زهير بايك الندومي، خاطب صبية حلوة كتير، بس إن جابت لي 2000 دولار مع جهازها بيكونوا نسبين لمركز الاجتماعي. شوفر بلدية مش عاجبي؟ أنا عاجبني الزلمة مش المركز. وطلع هالمركز من حظ الزلمة شو بعمل لك؟ وطلع هالزلمة من حظ هالعروس. صدقيني يا نجاح كنت طالع أكبر فنان بهالبلد، صوت مغنى تمثيل مواهب متعددة، بس شو بدي أعمل؟ حظي بهالدنيا أحلم بمويل بلدية وسوق أوتوموبيل البلدية. شوف يا ابني أنا مع رئيس البلدية ما لي شغل، إلنا مصالح بالنافعة بالميكانيك بالجمرك بالداخلية، بس البلدية ما لنا علاقة فيها. ولولا أنا كل يوم بقشط بهالجورة على الطريق الفرعية حد بيتنا أما كانت البلدية بتقطر عبالي ولا شوي. صادق؟ بعرف أني صادق. بس أنت لك هيدا زهير بيك رئيس البلدية واصل له حكي عن لسانك وطالب تزوره بمكتب. قلتك زعل اني قلت عنه انه صديق العيلة؟ زعل ما زعل انا ما فارقة معي، انا شؤون البلدية اخر همي، بس لك لو مسؤول بالنافعة وجبت سيرته حضرتك كنت كسرت لك اجراك. بس بلدية اصطفل منك لقاله. شو قال لك عني؟ يا ابني هيدا ناوي يترشح على رئاسة البلدية من هلا لا يخترعوا شيء جديد بدل البلدية، ومشان هيك حديثه كله حديث ترشيح وانتخابات ولسان حلو مع الناخبين الكرام. انا ما بصدق حكياته ولا فارقة معي كله سوا. وليش عم تخبرني عنه؟ وصلت لك الأمانة، روح زوره بمكتبه احسن ما يجي ويلبس علي هون بالمكتب. هون بالمكتب باب رزق، مفهوم؟ قوليله يشرفنا على فنجان شاي بكرة الساعة 5 بعد الظهر، بس من أول الطريق اسمعيني منيح يا بنتي، نحنا اللي منشتغل بالعمار والبيع والشراء سمعتنا واقفة عصوص ونقطة، ما بيرعبنا غير شي واحد بهالدنيا، الصدق والمصداقية. قوليلي الشاب اللي حابب تيجي أحواله المالية تعبانة، بقلك بسيطة منساعده. قوليلي صحته مدقرة بقلك معلاش منحكمه. قوليلي عقليته مفتولين بقلك شو صاير بهالدني نبعته لبرا ومنعالج له عقليته. قوليلي ما عنده طموح بقلك يمكن هيك اروى واحسن، بس خايف يا بنتي لا تكوني واقعة بشب كذاب. مدري ليه هديك المرة لما شفته قلبي نئزني منه. الله يستر يا بنتي اذا قدرت اكمسه بكذبه، لانه ساعتها ممنوع يمرق حتى ببالي. عريسك يا بنتي شو ما كانت علاته بقبلوا على علاته إلا الكذب، الموت لا الكذب.
الموت لا الكذب، الموت لا الكذب. راحت علينا، علينا أربعتنا، وراح علينا $2,000. ست ريما تسمحي لي أعرفك على خطيبي؟ ما زال رح يضل خطيبي لمدة طويلة. وينه؟ عبده. شرفنا يا ست، كوني أكيد إنه ما رح نستسلم. كيف يعني؟ خطيب الست بيكذب بيحكي الحقيقة، مش هيدا المهم، المهم بي الست ما يقدر يكم شو عم يكذب. صح، ولأنه الست عجبينا كذباته. كذباته حلوين، عندي أمل بعدين ابقى غير له هالعادة. لحظة، عندي خطة بتجنن. خطة؟ لشو؟ تنحمي خطيبك من كذباته الحلوين اللي مع انه ما بيأذوا نملة في خطر يأذونا كلنا. شو هي الخطة؟ أول شي منيح اللي عندكم هالبارافان، أنا بتخبى ورا، لما انجبر عالج كذبة خطيرة عم يكذبها بروح من هالمايل ما بيلاحظوا، ساعتها نجاح بتقدي مطرحي وعتنسي بطريق بكل كلمة وكل حرف. حاضر. شو كيف أعصابك هلأ؟ أحسن. رح تقدر تسوق بالراجعة ولا بغب لي ساعة زمان وبرجع بنطرك؟ عمول البراحك، المهم جلسة الشاي تمره عسلامي. نبيل كرمال ريما هدي حالك قد ما فيك. رح أعمل كل جهدي. وجرب تتذكر لما تعرفت عبيا هديك المرة شو لحق تتخبره. هلا ما بذكر أول مرة ما قدرت كتر له إياهم. إن شاء الله. شو يا نبيل خبرني، سبق إنك خطبت أو حكيت بعروس قبل هلا؟ في عروس أهلا حكيوا فيه. كيف هيدي؟ بدي يكون هي غنوجي شوي، ولما شافتني عجبتها جابت أهلها وحكيوا مع أهلي. وشو صار؟ بالحقيقة حكيوا كتير كتير، بس أنا ما تبعت الموضوع للأخير. الزيارة تمت على خير والجماعة فلوا من عنا كتير ممنونين. شو يعني أهلك عطيون كلمة؟ البابا غيرن الموضوع وقنعن يشتروا سيارة جديدة. كتير كتير راحوا من عنا ممنونين. الحمد لله. في عروس تاني إلى غير قصة. أنا بقول بيكفي قصص عن عواريس غيري. هاي قصة بتعجبك؟ كل قصصك بيعجبوني. إيه بس هيدي مزبوطة. يعني هوليك مش مزبوطين؟ مزبوطة أكتر من غيرها لأني بتذكر كل التفاصيل. أنا أفضل نترك الماضي ونحكي شوي عن المستقبل. حقيقة الماضي يا بنتي هي اللي بتنورنا عن المستقبل. نبيل قلنا للبابا وين قررنا نسكن أنا وياك أول سنتين؟ أول سنتين لبينما نشتري فيلا الأحلام رح نستأجر شقة مفروشة. لشو؟ موقت. ما هيديك المرة لما تعرفت عليك وسألتك عن الموضوع قلت لي عندي بيت ملك بالجبل طالل على بيروت وما حدا بيسكر عليه، ليه غيرت رأيك؟ ما غيرت رأيي، نسيت. نسيت إنه عندك بيت؟ لا. أو نسيت شو كنت مخبرني؟ نسيت خبرك إني بعته. بعته؟ نعم. أمتى؟ أول امبارح. بيت كاشف وجديد وطالل على بيروت وبتبيعه وأنت وقيد مع زواج؟ بده يكلف كتير. ما قلت لي بعده جديد؟ عمار هالأيام صاير تجاري، لو إنه عتيق ما كنت بعته. يعني بعته بالتقسيط؟ لا. يعني إذا بطلب منك شوية نقدي على كم يوم أحوالك تسمح له؟ هو مضينا الأوراق وكل شيء بس بعدهم ما دفعوا لي. واللي بعتني أوادم بيتأمن لهم؟ الخواجة حبيب تاجر ماكن ودفيع، تاجر سجاد بيعجبك. بس بعد ما دفع له؟ كان مفروض يجي لعنا على البيت نتفق على تاريخ الدفع. ما بعرف ليش ما إله بالعادة يكذب بمواعيده. أنا أكيد إنه ما عم يكذب. بده يكون صار له شيء عوقه، الخواجة حسيب ما بيقبل ينقال عنه إنه عطى موعد وما صدق. الخواجة حسيب؟ بعدك قايل لي اسمه الخواجة حبيب. مزبوط، الخواجة حسيب حبيب، بتعرفه؟ لا ما بعرفه. بيعجبك. تاجر مفروشات ما في مثله بالبلد. تاجر مفروشات؟ بعدك قايل لي إنه تاجر سجاد. سجاد موفى معه من زمان، بس هو بالأساس تاجر مفروشات. الليل احلى والسمر يكمل على ضوء القمر والشمس يربح لك جميل بالنهار
لابد من رشة ملح وبهار. فينا نرجع لموضوعنا؟ بعد عندي سؤال مهم كتير. سمعت انك بتعرف رئيس البلدية زهير بك الندومي؟ مزبوط، أولت مبارح كان عزمني على العشاء. يعني انتو صحاب؟ صاحبي قديمي مع الوالد ومعي. يعني اذا بطلب منك تعرفني عليه؟ تكرم عينك ساعة اللي بتريد، وخصوص اذا كان في شي صعب له علاقة بالبلدية أو... في اشي كتير. فاذا راح اعزمه هو ومدامته على العشاء، واطلب من حضرتك تشرفنا. معلمي، في خواجة برا عم يسأل عن الأستاذ نبيل. عندي أنا؟ قال لك شو بده؟ قال شغلي مستعجلة كتير ومش قادر ينطر لبعدين. هون عند الناس؟ قال لك شو اسمه؟ نعم، اسمه الخواجة حسيب حبيب، تاجر سجاد. مين؟ قولي له يتفضل. حاضر. معقول؟ هيئته عن جد ما بحب يكذب بمواعيده تلحقك لهون. ما هيك؟ ما توخذوني يا جماعة، ما بحياتي اتطفلت عبيوت الناس الأوادم اللي ما بعرفهم، بس الظرف حكمني. أمور يا خواجة. خواجة نبيل، رحت لعندكن على البيت، قالوا لي إنك جيت لهون. عدم المؤاخذة، خفت تفتكرني عم بتهرب من الدفع، قلت بيجي لهون بطمنكن وباخد موعد تاني. إذا ما عندك مانع. كلك ذوق، ما كان في لزوم تعذب حالك. شو هالحكي؟ شغله علينا، انضربنا ضربه وما قدرنا نجي على الموعد. الاصول نطمنكم وناخد موعد تاني منكم. الله يكتر من امثالك. صعبه عيني صعبه، هاللي عم بعمله بده موهبه واراده وشخصيه. فإذا نشرف لعندي بكرة الساعة 11. اتفقنا، يلا بخطركم. ما بيصير، عمهلك، خلينا نضيفك شيء. سبق الفضل، يلا بخطركم. من وين فرخ هيدا؟ مبين علي قلبه طيب، عفاك، عرفت لمين تبيع بيتك. صحيح؟ هيك ناس ما بينخاف منهم. ما 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 معك حق. لك شو صاير لك؟ ليش عم تشوف هيك؟ آسف، ما كنتش حاسب حسابي ظهر علي فجأة، هيك يعني يلحقنا لعندكم دوم. بابا، بفتكر لازم تعتذر من نبيل. ليه؟ على كثرة ما استجوبته عن الخواجة حسيب حبيب وعن البيوت، وبين كأنك عم تكذبه. معك حق يا بنتي. نبيل. نعم. أنا ظلمتك يا ابني، ومشان هيك وتعويض لإلك رح أطلب منك تبقى على العشاء معنا الليلة. على العشاء؟ على العشاء؟ على العشاء؟ باقي على العشاء. الله يستر. ورح تبقى على العشاء؟ ما في خطر، هديك المرة لاحظت عليه ما بحب يحكي وهو عم يأكل. بس قبل العشاء وبعد العشاء عم جرب، ولحد هلأ ما علقت بولا ضرب. ما بعرف، أنا تغيرت، حتى لما اكذب بطلع عم بقول الحقيقة. كيف هيدي؟ اخترعت له زلمي، قلت له اشترى من البيت، وبعد ما دفع شوي وصل الزلمي وبده يدفع. صاير لك شيء؟ بده يكون. من أهم الشروط للإنسان ينجح بشغلتنا إنه يتواضع مع العمال. وبشغلتنا كمان. مبارح مثلا أنا تعشيت مع معلمين العمار. ولمين فكرك أنا نزلت أبعت اعتذار؟ المعلم سليم مستلم الكهرباء عنا بالجراج، اليوم كنت عازمه على العشاء عندي. شو عم تحكي؟ المعلم أبو ضاي صار له سنين بيشتغل عنا. مش هو اللي نصحتني هديك المرة أخذ له السيارة ليكشف عليها؟ ما في غيره. بوقتها قلت لي إنه أرمني، كيف صار اسمه سليم؟ أصله أرمني. لك شو بيك؟ عدنا نص ساعة نضحك، انتو عم بتخبرنا شو بتعمل لما ما بتفهم على حكيته. بعدني بعمل نفس الشيء. وكيف اسمه سليم؟ لقب. نعم؟ الشباب لقبوه سليم ومشيت. وشو خطر على باله انت غيروا له اسمه؟ انت مطرحهم كنت عملت نفس الشيء. البنون كريكور اسمه كريكور وبيقولوا له كوكو. كان كل ما يصلح موتور شو كان يقول؟ هيدا سليم؟ صار سليم، كله سليم. لاقت كلمة سليم وماشي، سموه المعلم سليم طبيعي، ما هيك؟ يعني رفقتكم بتسلي كتير، جايين نحكي بمستقبلنا، وانتو ما شبعتوا حديث عن البيوت والشغيلة والفلوس والكراجات و... مش كرابات، كريكور. ما عم تركب براسي، شو دخل كريكور
بي سليم. ما بعدني مفسر له وبعدني ما مصدق. فإذا شرفنا بكرة على الكراش. من هلا لبكرة بتكون حضرتك تلقط بشي شغيل وفهمته شو يحكي. بقى كيف بدي اقدر كذبك وامنعك تاخد بنت ساعتها؟ هيك مقرر؟ انا مش ظالم يا بنتي، بس اعطي حالي من هلا لاخر الاسبوع. اذا قدرت كمشتك مره وحده انك عم تكذب علي ممنوع تاخد ريما، واذا مرق الاسبوع وما كمشتك تربح وبتسمح لنا نتجوز. ها، بس ما حدا بيعرف الضربه من وين بدها تيجي. يمكن من قصه معلم الكهرباء اللي كنت عازمه على العشاء الليلي واعتذرت منه. اذا طلعت كذبي بتريحني وبتعفيني من النطره لاخر الاسبوع. دلينا احنا والسمر يكمل على ضوء القمر، والشمس يربح لها جميله بالنهار، لابد من رشه ملح وبهار. أستاذ نبيل، في شخص عم يسأل عنك. ما تقولي لي رجع الخواجة حسين. شخص غيره، ما فهمت منه ولا كلمة. ما صاني ريها، أنا بارون سليم بتفتش بارون نبيل. أهلا بارون نبيل، أنا بتخاف كتير أنت تكوني ساخنة، ما بتصدي عينه، هلا بشوف بعينه مش شريك. هلا أنت منيحة بارون. يا عمي شو عم بصير؟ مش معقول قلبك شو طيب، بدل ما يزعل او ياخد على خاطره انشغل باله على معلمه. لا لا ما تمزيل، انا معلمي بارون نبيل بتحبها كتير. تصور ما تمزيل، انا اسمي كريكور يعني كوكو. مره بارون نبيل بتمزح معي بتعيط علي بتقول سليم. كله صار بيقول سليم. ليش لا بارون نبيل بتمون قليلي. شو جابك لهوني بارون؟ أنا بيسأل بابا بارون نبيل، وين بارون نبيل؟ بابا بارون نبيل ما بتعرف، أنا بيسأل ماما بارون نبيل، ماما بيعرف، بيقول هون. طيب ليه عم تسأل عن بارون نبيل؟ لأنه بارون نبيل ما بتكذب. بارون نبيل بتقول اليوم نحن نتعشى سوا، أنا بصدق. بعدين ليه؟ لا ما في بارون نبيل، أنا بخاف. بيسأل بتقديس بيقول في نصيب، بيجي بيتأكد بيقول مبروك بعدين باي باي. يعني مزبوط كل اللي قاله مزبوط. أنا بيقول مزبوط، أنا مثل بارون نبيل، مثل ما بتقول أنا بيعمل عطل. يا عم شو عم بصير؟ أبدا، بارون نبيل بتقول أنا بيعمل عطل. لابد من رشة ملح وبهار. طلع لي اتعشى مع الخواجات. بيضتها يا عبدو، هيدي معركتنا يا ست. كل ما تعرقلت قصتكم كل ما يقسنا من قصتنا. دومو زي ريما، خطيبك مهضوم وكذباته مهضومين ودميته خفيف، بس تغطيتهم ولا أصعب من هيك. مع أنه غطيتهم منيح. ايه بس لا بيحب صعبة كل هالقد. لاحظت يا ست خطيبي قديشو فنان موهوب. لنشوف بكرة شو الأدوار اللي رح يجبرك تلعبها. قولولي مثلا نوروني شو ممكن يجبرني أعمل بكرة. ليش نحن عارفين؟ ما المشكلة هيك الأخبار وارتجالية، ممكن تعوز بهاليومين تلعب دور رئيس البلدية. كي؟ معلمي زهير بقى؟ مزبوط، الأستاذ نبيل قال إنه صحبة كتير قوية ووعد الخواجة يعرفوا عليه. معقول يكون صحبة ما كون شايفهم ولا مرة ولأنه موصلهم شي مشوار؟ طب إذا بكرة البابا طلب من نبيل يعرفوا على رئيس البلدية بغطيه، بس إذا زهير باك عرف بعملتي مين بغطيني لألي؟ والأصعب من هيك البابا طالب يشوف الشقة المفروشة بكرة قبل الظهر، ولحقوا على أحلام إذا فيكم تلحقوا. ولا يهمك، أنا رح باخد إجازة من البلدية وضل معكم هاليومين لبينما يزول الخطر. ممنونتك يا عبدو، إذا شي مرة تركنا بلا غطا قصتنا رح تدنق وتموت. لا سمح الله. خليني برات هالقصة بترجيك. بدي تشوف بعينك وتقلي أنا جديت ولا شو هيدا اللي عم بصير معي. على الأرجح تكون جنيت أو جننت الكل بما فيهم حضرتك. شي 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 مش طبيعي، شي 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 ما بتصدق. بشوف الزلمة دجران من حكيتي بخترع القصة مهضومة.
فتح عين غمض عن مين بطل؟ بطل القصة اللي أنا اخترعتها. يعني القصة ما بتعود من اختراعي، ما بتعود قصة، بتصير حقيقة موجودة، وأنا شو؟ نكرة، واحد من أشخاص القصة. كيف هاي؟ واخدني افحص الشقة او جرب افهم لك شو عم بيصير. على القليل تتأكد لي اني ما عم بحلم، ما عم جن، ما عم ضيع عقلقتي. انت شو بتقول؟ انا بقول الخواجة عاطف ما رح يضايقوا شي بهالشقة. ما تخاف، البابا ما بيتعطل الا ما يلاقي شي بيضايق، نحنا ما انتبهنا له. مهم ما يكون شي اكد نظريته اني واحد كذاب. ما حدا غيرك حبيبي عم بيساعده على هالنظرية. ما بعرف كيف بس اطلع فيه حسه عم بيتعب، بحس حالي مجبور اعمل له صدمة ايجابية. والصدمة الايجابية بتطلع قصة وهمية. مركود غطيه عبده. شو حبيبتي بعد ناقص شي بهالشقة؟ ايه شي صغير، بدي بارافون هون. بارافون مع هالفرش؟ ايه أنا معودة ببيت أهلي يكون في بارافون. وأنا ما بشتغل ببيت ما في بارافون هون. إيه بس هون بدي بارافون هون، ما عم بقبل. مش عرفتك هلأ أنينة وبخيل. خلص خلص خلص، بدك بارافون. مش عم يقبل يشتري لي بارافون. حبيبتي رح جيب لك بارافون لهون، انطروني خمس دقايق بس عن إذنكم. معلش بيناتنا، لشو كل هالأهمية للبارافون؟ ولو بارافون موجود تغطي فيه الاشياء اللي ما لازم تبين. وخصوص الاشياء اللي ما بنكون حاسبين حسابها. بتفاجئنا، ما بيكون الا مطرح، كيف بدنا نغطيها؟ لولا من البارافون الله اعلم شو كان صار فينا. وفينا كله من هالبارافون؟ حدا بيقول لك بارافون. يا زهير بيك يا زهير بيك، ابني بعز شبابه، غرام وجيزه ومشاريع، بتعرف عن اي عمر عم بقصد؟ صحتين علبه، أنا بدي أشوفه لأنه شاب وديناميكي وفينا نستفيد من نشاطه، وبالأخص بدي أشكره وكفيه عجرقته. لا 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 لا، عندي بالبيت أو بالمكتب ما ممكن، ما في أمل يلطق بهالأيام أبدا. ليك بدك جرب ظهريات اليوم على الشقة المفروشة اللي ناوي يسكن فيها لما يتجوز. عندي خبر، إيه عندي خبر إنه حيكون ظهريات اليوم هنيك تيفرجي الشقة البي الشقة البي عروسته. ممتاز، وهيك أخيراً بأمن إني رح شوفه وأشكره. أنيالك. ممكن تعطيني عنوان الشقة؟ أوف أيد عندك. مثل ما شايف الشقة متواضعة، بس نشكر الله فيها كل شيء حتى البارافون. عال عال هيئتو دجران. وعتجرب تسليه هلأ في شيء؟ بيك مش عاجبني، يا هيئتو زعلين يا دجران. أكيد متأثر، هيدا البيت رح يصير لبنته الوحيدة، بدك ما يتأثر؟ نبيل فكره يسليه بشي خبرية. بوس إيدك بليها. إن شاء الله خير يا ولادي، مشوا نتغدى سوا، عازم شوية أصحاب على الغدا وبحب تكونوا معنا. ما بصير، طالب لكم غدا بجنن. تبقى منيح. خروف محشي واصل لخدمتنا على الوقت تمام. شايفي إلا ما يصعب لي إياها. وبتلحق؟ استحي يا عم، أنا نبيل. في شي مرة واحدة خيبت لك أملك؟ لا، وهينا اللي هالكني. وهالكني. مدري ليش شايفك زعلان. مش زعلان، حايز. شو فيه؟ امبارح اكدت لي انك صحبي مع زهير بيك الندومي رئيس البلديه، وانه بدك تعرفني عليه. ليه ما بتعرفني عليه اليوم؟ ما بقدر، لازم احكي معه. خلينا نقوم نروح على البلديه قبل الغدا، هيك بتعرف عليه فجاه بدون تحضير. ما بقدر، عندي موعد مهم. ما بعلمي رح نتغدى سوا. عيني بلشت تخبيص. غدا هون بالشقة ماشي الحال، بس روح على البلدية ما بقدر. ما فهمك. مشان سمعتي وكرامتي مجبور ابقى هون طول النهار بالشقة. وشو دخل سمعتك وكرامتك؟ قصة ما بدي وجع لك راسك فيها. سمعني. الله ينجينا. راحت علينا. خبرني شو هالوجعة الراس اللي عم بتهدد لك سمعتك وكرامتك؟ شي مثل الكذب.
مثل شو لك إيه؟ في شخص تحديني، وإذا بغيب عن هالشقة رح تنفهم إني تخليت عن التحدي، يعني طلعت جبان وبلا كرامة. ليك الخبرية ليك صار عم بيقتبس من الروايات الفروسية العتيقة. يا ابني كيف يعني تحديك؟ كيف يعني تحديني؟ قل أنا هنتو طلب يتحدين قدام العالم تيحصل شرفه. أنا قلت له أوكي ناطرك وعطيته العنوان. وينك عايش يا ابني؟ نحن بآخر القرن العشرين وببلادنا ما بيزمانه كان في هيك حركات. شو يعني؟ ما بتحديه وبتخلى عن كرامتي قدامه؟ مش بالقصة، شو بعد رح يهديه هلأ؟ وكل ما بيك يقاوم كل ما نبيل رح يتقله. ما عم بفهم كيف بأيامنا في شباب هيك بعدهم يتحدوا بعضهم؟ هيدي هي. شو هي؟ هيدي منه من بلادنا. شو جنسه؟ انجليزي، اسمه كوك بروك، صار سنين بيشتغل هون بس بعده انجليزي عتيق وبيتحدى كأنه بعده بالقرون الوسطى. عشوي كان قلق سيف على خصمته. هو طالب شهود وهيك اشياء مثل بالروايات. لا لا منه تقينا هالقد، بس انا حبيت اعمل له اياه على الاصول، لهالسبب جبت معي صاحبي شادي. انا الشاهد. انا ما راح خليك ابدا تعرض حياتك للخطر. عمي حط ديك بمي مسقعة، انا بتحبش له راسه. معنى اتفقتوا على نوع السلاح؟ لما يجي رح نتفق. هلا انا بقترح عليكم انه تروحوا انتوا على المطعم وتتركوني انا وشادي ننطرهم. ابدا، انا بعتذر من ضيوفي وببقى هون حتى احميك. وبالنسبه للغدا ما زالك طلعت موصى على خروف محشي، ما في مشكله. كيف بدنا نلحق لهم؟ وهلا خبرني يا ابني، كيف صارت هالخناقه بينك وبين الانجليزي؟ ايوه، كنت بالمنتزه مرتاح وعم بشرب شاي، وانا عم بسكب مي سخنه بالفنجان هزت ايدي فيها شيء طبيعي، والمستر كوك بروك قاعد على الطاوله لحد التراس تبعتنا، يعني بعيد عنا درجه، مش طابق بالكيد درجه. ايه وبعدين؟ بعدين مرق الجرسون وين؟ على الدرجه. واي متى؟ بلحظه اللي هزت فيها ايدي وانا عم بسكب مي سخنه، هزت الايد اندلق نتفه مي سخنه وين؟ على الدرجة. على كلسيتي. شو اللي احترق؟ الكلسيت. اجري، حدا بقول لك مي سخنة على كلسيت قطن؟ جيت نافض اجري من الوجع، جيت لابط مين؟ الانجليزي. الجارسون ام وقع، الجارسون وقعت منه الصيني وين؟ اجوا على الارض على راس الانجليزي المستر كوك بروك. مصيبة. قام الانجليزي ونزل في اهانات، يا مستر كوك بروك روح شوف سي هير، ما في مجال. قال شو؟ انا شبقته بزلمي. يا عمي في حدا بيشبق حدا بزلمي؟ طيب بعدين؟ بعدين ما عاد رأى. اي رأى؟ قلت له يا مستر كوك بروك بيقنا اياها، يا اخي عملني بالمثل بقبل، ولو يا خيي جيب الجرسون وضربني فيه، شبقني فيه مثل ما انا شبقتك فيه، مش من الدرجة، من الطابق الاول. عرضت عليه طابق زيادة ما كان يقبل، تيس تنحر. قال شو؟ بده يحصل شرفه بالمبارزة. جيب له البوليس. جيب له البوليس؟ تقولوا عني جبان؟ لا نحن شباب ومنعجبك. يا ابني نحن بعصر ما بقى حدا يحصل حساباته بايده. عم تقنعني الي؟ نوع المستر كوك بروك هو اللي بده يبارز. ليك انا ماني رايح من هون قبل ما صالحك انت وهالمستر كوك بروك. او شوف كيف بدك تفلت من هالخبرية اللي ما بتركب عقوص قدح. خويجي عاطف انا خايف عليك، زلمي بنص عقل، اذا سمعك كلمه يمكن الشغله تكبر اكثر. اكثر من انه تقتلوا بعضكم ما راح اتركك تعرض حياتك للخطر. ضروري بيع عروستي يطلع قلبه طيب هالقد. دلينا احنا والسمر يكمل على ضوء القمر، والشمس يربح لك جميلة بالنهار، لابد من رشة ملح وبهار. طحوا الياك، طحوا الشكل. مين قولك؟ بدأ سؤال؟ أكيد مستر كوك بروك. شو؟ ونوّلوا الوصل مستر كوك بروك، يتفضل. وينه؟ ما
يتفضل ينقص لحيته. بده فرد يا بده سيف. شو بده؟ بده سكين بده شوكي. يتفضل شو بده؟ بده ايدين وسنان. شو بده؟ شو هالعلقة؟ انا ما بدي شيء. هذا هو مستخوف. هذا هو رأيني تشوف رواء. هدي حيلك عمل معروف. إذا قبلي برزني أنت منعي. ما في تهداية، ما في وواء، في إهانة، في شوف، في انتقام. هلأ شو رأيك تقبل عزيمتنا وتبقى على الغداء عنا خروف محشي؟ كمان بدكم تغدوني؟ كمان بدكم تغدوني تتهنوني؟ شوفوا الأبوعة، شوفوا كيف هي مهتية. شفتها؟ مسحب دقني هالمرة. كيف يعني مسحب دقني؟ أبوع اللواص، لواص مش للدقن. بعدين بده كب علي زلمي. It's okay كب. أنا ما بزعل. يقول قبل أنا بدي كب عليك زلمي. أنا في معي شمسية، في معي حيالله شي يمكن افتح الشمسية تما ينزعلي الأبوعة. بس هيك هبطف كب علي زلمي بلا ما يقول. معقول؟ معه حق، كان لازم تعطيه خبر. شفت بعينك غريب، كمان هيدا فرغ من القصة. هلأ بخليه يعتذر منك بعد شوي. بس يعتذر؟ بس بس زلمي فرغ من قصة أنا مخترقها، يقتلني بهالآخر. ما دام مفرغ معقول يعمل كل شيء؟ يلا نحن اولاد عيله وخواجات، ما بيشكي شيء من شيء الاعتذار. يلا ماشي الحال. يا استاذ نبيل، وين هالخروف المحشي الغدا اللي وعدنا فيه؟ انا موسع خروف، بس ما شفتك اعتذرت من ضيوفك. قلت بعدك ناوي تروح على المطعم تتغدى معه. لا في ضيوف ولا بلوط. انا قلت لك هيك في ضيوف لحتى اشوف اذا رح تكذب علي. وقلطك علقنا الانجليزي وفرخ، ليش ما بفرخ الغدا كمان؟ حضروا حالكم من فضلكم، الغدا جاهز. معذب حالك هالقد يا صهر. غدا بجنن، انا قبلت الاعتذار. قليلي قلت له عازم ضيوف على الغدا تشوف اذا رح يكذب علي. طلعت انا الكذاب وطلع هو الصادق. نبيل انا جوعانه. ريما انا وانا فتحت نفسي. ولك نفس تاكل خروف مفقس من خبري. اتفضل مستر كوك بروك، الخروف ناطرنا، لازم نعمل من قيمته. لحقك لحقك. للحقيقة مو في امبارح عشا مع الخواجات، واليوم غدا مطنطن. يا عيشة فنان يا بلع. ترى مين في بعد لحق يخترع حدا جديد بغيابنا وما انتبهنا؟ مرحبا. خواجة نبيل موجود؟ ضروري شوف الخواجة نبيل إذا ما في إزعاج. الخواجة نبيل عم يتغدى مع أهل عروسته بعد ما قريت الجريدة اليوم. معي كل الوقت. نجاح، ما جبتي معك من البيت شوية ماء معدنية؟ في قليلتين بالمطبخ. الخواجة عم يسأل عن الأستاذ نبيل. ما تزعجي صهرنا هلا، بعدين بيشوفوا. بشو بقدر أخدمك؟ عفوا، أنا قاصد خواجة نبيل. وأنا عمه بي عروسته. والنعم، بهنيكن على هالذوق، مع أني عتبان عليه شوي. خير إن شاء الله، بركي فينا نشيل العتب. أنا حبيته كتير لهالشاب، مع أنه ما بحياتي شفته ولا بعرف عيلته الكريمة. ومع هيدا وكله صرت زاير أبوه أكتر من مرة وطالب أتعرف عليه تأشكره على اللي قالوا عني بالنادي. ولا كأني زرتن ولا كأنه مهتم.
ما بيصير هيك. ممكن اعرف الاسم الكريم؟ دعيك زهير بيك الندومي. زهير بيك رئيس البلدية. تفضل تفضل. ما سبق انك شفت صهري نبيل ولا مرة؟ اذا شفته بالطريق ما بعرف. وما تعشيته سوا ولا مرة؟ مش على علمي. بس جاي تشوفه لتشكره على اللي قاله عنك بالنادي؟ مظبوط. من اصول الحملة الانتخابية انه ما نتجاهل شي من هالنوع. بدك رأيي؟ مش حلو تجي تعاتبه هو قاعد مع عروسته لأول مرة بالبيت يلي بده يصير بيت الزوجية. اتفضل هيدي بطاقتي. شرفنا على السهرة الليلة عشية ورح كون محضر لكم أحلى جو. مع السلامة. بتعرف إن احنا ما منحب نزعل حدا وخصوصا شخصيات مثل أفضالكم. شرفنا على السهرة وشوف شو رح نكون مبسوطين. لقطتك برئيس البلدية يا نبيل. بدك تعرفنا ليه ها؟ إذا ما كمشتك هالمرة ما بيكون اسمي عاطف. شو يا نجاح؟ صدقت إنه خطيبك فنان متعدد المواهب أو بعدك مفكرتيني شوفير بلدية وبس؟ شايفتك فرقة تمثيلية بأمها وأبوها، بس بعد في فصل من الرواية بخوف. مين قال لي؟ سمعت الخواجة عم بيقول ما رح تقدر تعرفنا على رئيس البلدية يا نبيل، وإذا ما كانت هيدي علاقتك ما بيكون اسمي عاطف أو شي من هالنوع. ولا يهمك. أنا محضر بدلي من بدلات زهير باك وضارب هالحساب. برأيي ما في لزوم ننطر. الأستاذ نبيل ناطر تيفرخ رئيس البلدية مثل ما فرخوا كذباته التانين، وما زال الخواجة عامل سهرة ببيته. شرف، خلي رئيس البلدية يفرخ بهالبيت ويزين هالسهرة. أكلنا خروف محشي طالع من خيالي، وقبل ما يكمشوا يطبخوا لنا إياه كان عم بيرعى بعقليتي مع بنات أفكاري ويكذب بين أحلامي وطفني صادي فوق الدكة طيب ومطبوخ عقصوله. شو رأيك؟ كيف هالشغلة عم بتصير؟ اخترعت له الانجليزي المنرفز تأهرب من مشوار البلدية. ام وصل الانجليزي وكان ودينا على الابدية. اخترعت له الخروف المحشي عأساس ما رح يبقى على الغدا. ام بقي منحشينا خروف محشي. شو قولك؟ ما بعرف كيف بدي اكذب من هلأ ورايح. كيف بدي زين الحقيقة باشياء وهمية ما زال هالاشياء الوهمية عم تطلع حقيقية. انت اللي شو فيني اعمل. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل شرف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. من زمان حابب اتعرف عليك واعزمك على بيتي. شكرا سيد عاطف. يا اهلا. الاستاذ نبيل صار واصل وعروسته طبعا عندها مسؤوليات الاناقه بتشرف بعد شوي. يا اهلا يا اهلا. اهلا فيك. بهنيك على طولة البال حتى تشكر شاب ما بتعرفه صرت حامل كذا مشوار قليله. الخدمة العامة ما بتعرف لا التعب ولا الضجر. أها. والخدمة العامة مستعدة إنه تتعاون مع الخدمة الخاصة؟ صهري نبيل اللي عجبك حديثه عندي إحساس إنه واحد كذاب. بتقبل تساعدني حتى نوقفه عند حده؟ إذا كان هالشي لمصلحته ولمصلحة العروس؟ طبعاً ولمصلحة مين لكن؟ عليكم. اهلا ابدا يا بنتي. اسمحي لي اعرفك على صديقنا. وصلوا الشباب. يلا يلا. بعرفك على بنتي الاموره ريما خطيبه الاستاذ نبيل. تشرفنا. مرحبا. ان شاء الله ما نكون تاخرنا عليكم. كيفك؟ مساء الخير. عفوا. وين عبدو؟ عم بحضر دور رئيس البلديه. قولي له ما يتاخر. رئيس البلديه لازم يزورنا بسرعه. اوكي حاضر. الخواجه بيكون صديق عزيز كتير على قلبي. حضرته بيكون صهري الاستاذ نبيل اللي خبرتك عنه صديقه شادي. يا اهلا. تشرفنا. اكيد ما بتعرفه من قبل. ما بظن. ولا انا ولا انا. تحفي. بس اللي بيتعرف على الوجوه الطيبه بيشعر حلو كانه صار له زمان بيعرفها، خصوصا اذا كان صاحب هالوش من اصحاب عمي عاطف. بهنيك. شو هالصهر المهذب والمحب. عم اهلك بعد ما شفت شي نبيل. نعم.
الاستاذ صديقي هون طالب عرفه على زهير بيك رئيس البلدية. تكرم عيني، مع انه زهير بيك من ألطف الناس وأطيبهم، كتير رح يستقبلوا منيح. بس بما انك انت كتير صحبي مع زهير وبتمون عليه، فيك تساعدنا. طبعا طبعا، مع انه ناس طيبين مثل زهير بيك ما في احلى من استقبالهم. ملاحظ شو بيحكي عني منيح؟ اكيد اكيد. وبعد ما سمعته قال ولا كذبي. حيحصل نبيل؟ نعم. امتى قلت لي تعشيت عند زهير بيك الندومي؟ من شي 3 ايام. عشيت عند زهير؟ وين قعدك على الطاوله؟ مقابيله تمام. مقابيله تمام؟ ما علينا، قل لي من 3 ايام لهلا بيكون تغير منظره ام لا؟ كيف بده يتغير؟ على اساس انه لو كان منظره بعده مثل ما هو وحضرتك قاعد على العشاء مقابيله من 3 ايام، كنت لاحظت انه اللي قاعد مقابيلك هون بيكون الاستاذ زهير بيك الندومي رئيس البلدية. فرطنا. راحت علينا. ما بصير، انا ما شفته من قبل. مع اني من 3 ايام ما كنت عم بتعشى مع انسان مهم، صاحبي هو وعائلتنا، اسمه زهير بيك الندومي او شي من هالنوع، له علاقة بالبلدية، بس اللي تعشيت معه منو هالخوجة. بهالمواصفات يا شاب ما في الا محسوبك. او خي سهيل. ليش مين حضرتك؟ شو قصتك زهير بيك الندومي؟ هيدي انا بعرف سهيل بيك الندومي. مين؟ مش زهير بيك الندومي، سهيل بيك الندومي هو اللي كان عزمنا على العشاء من 3 ايام. شو حابب صدقك يا ابني؟ لو ماني عارف انه خي سهيل صار له 3 اشهر بباريس. يا دلي رحنا. يمكن ما معي حق خبرك، سهيل بيك حابب يعمل لك اياها مفاجأة. قصدك رجع من باريس بالمخفي عني؟ قصده يستر على كذبته تعطيه بنتي. واحد كذاب صحيح. نبيل، اذا قدرت تبرهن لي هلا انه الاستاذ سهيل بيك الندومي رجع من باريس بالمخفي، رح انسالك كل تركيباتك وجوزك ريم على العميان. قليلي، جاي اشكر هالشبع معروفه، طلعت مورته مع عمه. يلا يلا. سهيل بيك الندومي. كيف؟ زهير بيك. خلي عنيك. مين؟ زهير بيك اخترب بيتي. هالبدل إلي؟ ولك هيدا عبده شوفير البلدية، شو فوتوا بهالقصة؟ إذا شوفير بالبلدية طلع ابن أصل مع هالشاب وعم يخدمه هيك، معقولي أنا رئيس البلدية ما عمل زيت الشي؟ خي سهيل. خي زهير. كمان مرة فرخ عطول بفرخ. ما تواخذني يا خويجة، أنا ألي مصلحة خبي عليك، بس أنت شو لك مصلحة وعمين عم بتخبي؟ أنا وياك يا عبدو عم نخدم مصالح البلدية. راجع من باريس من ولا ظهري. ما كان قصدي زعلك يا خي. عن إذنكم، عن إذنكم جميعا، زهير بيك حضرته أكيد عن جد أخوك سهيل بيك رجع من باريس بدون ما يكون معك خبر؟ في عندك شي مانع تكون هيدي هي الحقيقة؟ عمي بعد بدك برهن لك إني ما عم بكذب تتجوزني بنتك؟ ما خلص وعدتك. يحوي سهيل بيك باعتراف زهير بيك موجود ببيتنا. عمي قلبي قايل لي حتى إذا تعاونت أنا وياك تكذب عليك مش رح أقدر. كيف يعني؟ يعني الكذبة اللي بحكيها قد ما تكون كذبة رح تصير حقيقة. بتفرخ. شو اللي مضايقك؟ ريما، أنا ما كنت أكذب تضايق حدا، كان بدي حل الدنيا. برشة ملح وبهار، ولما التحلية صارت حقيقة صرت خايف من الملح والبهار بدل ما يحل الدنيا يصيروا جافة منها يزيدوا بشاعتها. خلاص ما بقى فيه أكذب. يعني ما بقى عاوزين حسيب حبيب
اللي بده يدفع حق البيت. ولا بارون كريكور اللي كان اسمه كوكو وصار اسمه سليم. ولا مستر كوكبروك الانجليزي اللي بده يقتل. ولا سهيل بيك خيو لزهير بيك. صار فيني ارجع لشغلتي الاساسية، شوفور بلدية، خاطب نجاح، وناطر الفرج لأتجوز. كل هيدول كنتوا طابخين سوا. والله العظيم ما كان معي خبر. أنا بصدقه. أنا كمان بصدقه، لأني أول مرة بشارك بالطبخ. خلص التوبة التوبة، إذا بعد بفتح مجال لهيك دجيل هيك مشخصاتي يشتغل فيي ويعلمني هيك درس مرة تاني. يعني خلص صحيت وصرت مثل كل الناس، صار فينا نتجوز ونعيش حياة طبيعية، وفيني انتظر منك زيارة على البلدية. صحيت صرت مثل كل الناس، ما بقى في عصافير ابعت معهم رسيل كل يوم عبكرة تيصبحوا ريمة، ما بقى في عندي فيلا بجنيني مع بسين إلى 12 نقطة، على كل نقطة في زر كهرباء لما نكبس عليه يطلع لنا خايمة ترد عنا البرد والغيم والشتي. صرت مثل كل الناس، بشوف بعيوني وبدير قلبي صوب العتم تما يشوف، تما يرجع للوهم للعذاب، تما يسمو صاحب هالحلم كذاب. كيف فكرك نقطع هالعمر؟ كلنا عارفين هالعمر شو قهار. بسيطة، من وقت لوقت رشت ملح وبهار.